بالنسبه لهذه الحفله هذا هو الحفل ديال الملتقى الاول للثقافه لجمعيه البصائر المسيره لمركز النور لرعايه الصم وضعاف البصر. هذا تتويج لمجموعه من الانشطه اللي كتقوم فيها في المركز. هذه الانشطه اللي انتم راه جيتوا عندنا وشفتوا الانشطه اللي كدار برايل، طريقه برايل، الاشاره، الصناعه التقليديه، الحرفيه، الموسيقى والاعلاميات. هذا النشاط كتتويج لهذه الانشطه هذا، وفي مجموعه ديال الفقرات. الفقره الاولى غتكون عرض الازياء للمستفيدين يعني اللباس المغربي. الفقره الثانيه غادي تكون سيدي فرقه موسيقيه جات من الدار البيضاء كلها 100% مكفوفين، جمعت فرقه اوتار. كاين الشعر لواحد الفعاليه كفيف. ثم غتكون مسرحيه ميميه لفائده الصم اللي غادي يقدم واحد المسرحيه. ثم تكريم لبعض الفعاليات في مجال الثقافه، الفعاليات الاشخاص المكفوفين واشخاص غير مكفوفين، اصدقاء ديالنا، لان حنا جمعيه كنامنوا بالاصدقاء ديالنا، لان الاصدقاء ديالنا مبصرين، لان هما كيساندونا وكيعاونونا. حنا كنشكروا كاع الفعاليات اللي بناوا المركز، على راسهم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي جهلت المركز وبناته، ولكن الاكراه لهذه الجمعيه واحد الاكراه اللي كنعانيوا منه طيله السنه، والنقل نقد المستفيدين، اعتبار ان المستفيدين ما كيسكنوش، اما كيسكنوا في السطاج بعيد عن المركز او كيسكنوا خارج السطاج، وكنلقاو مشاكل كبيره لدرجه اننا كنستعملوا غير السياره ديالنا الخاصه باش نقلوا المستفيدين. هذا هو الاكراه اللي عندنا، وكنتمنوا ان شاء الله السلطات المحليه والفعاليات الجمعويه وحتى المجالس البلديه او الاقليميه يتفاعلوا معنا في الاطار باش يوفروا لنا واحد وسيله النقل باش تسهل لنا هذه الماموريه نقل المستفيدين من والى المركز. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.